جاء في سنن أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يحاصر المسلمون حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح، وسلاح موضع قريب من خيبر، والمسالح هي الثغور، فيدل هذا على أن المسلمين يحاصروا محاصرة شديدة حتى يصل العدو إلى سلاح، وهو ثغر قريب من المدينة، فيكون هذا من باب التضييق على المسلمين. وحمله بعض العلماء على زمن الدجال.